مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير وفي هذه الحصيلة الإجمالية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بعدما أعلنت عن تسجيل حصيلة ربما يمكن اعتبارها من بين أثقل الحصيلات التي سجلت منذ إعلان الفيروس إلى اليوم، بعدما تم الإعلان عن تسجيل 1499 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات في المغرب 36694 إصابة إلى حدود الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء، ما يجعلنا نتجاوز عتبة المئة لكل 100,000 نسمة. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبر سلبي بلغ 20807 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات 556 وفاة، فيما تم التأكيد على شفاء 292 حالة شفاء إضافية، لتبلغ حصيلة المتعافين 25677 حالة شفاء، وهو ما يعد انخفاضا ملحوظا في شفاء حالة كورونا بالمغرب. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كما شتو إخواني الكرام، مرة أخرى تسجل حصيلة ثقيلة، حصيلة يمكن اعتبارها حصيلة كارثية بكل ما تحمل الكلمة معناه، فهذا الشيء صراحة يثير التخوفات، يثير القلق، وبالتالي لازم من الالتزام، لازم من تكثيف الجهود حتى نقلل من عدد الإصابات التي تسجل خلال كل 24 ساعة. فلا يعقل أن نسجل 1499 حالة، فهي ربما رقم ثقيل جدا. يعني هذا الرقم كنا كنسجلوه في شهر أو أكثر، إلا أننا اليوم ولينا كنشوفوا ان العدد ولا كيتسجل في 24 ساعه فقط، وهذا الشيء غادي يخلينا اننا نتخوفوا من الحالات التي تزداد يوم بعد يوم. وبالتالي كنطلب من الله السلامه، ونطالب من كل المواطنين والمواطنات باش انهم يزيدوا في التضحيه ديالهم، لان الفيروس يعني وصل المراحل خطيرة جدا، ووصل لواحد المنعرج اللي هو حساس، منعرج خطير جدا. كنتمنى من الله تعالى وبركته انه يرفع علينا هذا البلاء، وان شاء الله ترجع الامور لسالف العهد ديالها، وان شاء الله نشوفوا الامور تتحسن اكثر فاكثر. وهذا الشيء بطبيعه الحال بالالتزام ديالكم، بالانضباط ديالكم لقرارات الدوله، وايضا بتجنبكم كل الشوائب التي ممكن انها تؤدي بنا لهذه الاصابات، مثل التجمعات، مثل العناق، مثل ايضا عدم ارتداء الكمامه، اللي ولينا يعني كنشوفوا مجموعه من الناس يعني ما كيرتديوش الكمامه ديالهم مع الاسف الشديد. هذه من بين الامور صراحه اللي كتحز في النفس، وكتخلينا اننا نقول لكل هؤلاء كفى من التهور، كفى من خفة النفس، لأن يعني هذه الأمور صراحة نتمنى أننا ما نبقاوش نشوفها مرارا وتكرارا. لذا يعني رجاء منكم أنكم تلتزموا إخواني الكرام. ف بطبيعة الحال يعني هذه الأعداد يعني ربما أعداد تثير الكثير من علامات الاستفهام، يعني حول يعني من له الغرض يعني في زيادة هذه الحصيلة كل يوم. يعني كنشوفوا أن الأمور صراحة وصلت لواحد المنحنى يمكن معه أن ندق ناقوس الخطر، لأننا أصبحنا يعني نرى الحصيلة يعني كتزاد بشكل كبير جدا. ربما إلا بقينا هكا إخواني الكرام، فغادي نرجعوا مرة أخرى لنقطة الصفر، غادي نرجعوا تاني للحجر الصحي، وهذا الشيء غادي يضر مجموعة من الفئات، وغادي يضر أيضا مجموعة من المواطنين. وكنتمنى من الله تعالى أنه
يرفع علينا هذا البلاء، وإن شاء الله ترجع الأمور السالفة.